أخواتي وإخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم أنا نعطيكم مشروبين، مشروب عند الصبحيات ومشروب عند المساء قبل النوم، وهدول المشروبين رح يساعدوكم كتير بالرجيم إذا بدكم تعملوا رجيم وبالتخسيس الوزن، خصوصا الكرش، وهدول بيحرقوا الدهون المضرة بكل الجسم عند المرأة وعند الشاب وعند الرجال. اول مكون هو مكون كتير كتير بسيط وكمان له فوائد كتير كتير عديدة، هو الشاي الاخضر. ناخد عند الصبحيات بس نفيق قبل النوم، بس نفيق بعد النوم نحط شاي اخضر. اما بتحطوه هيك بظرف موجود عندكم، اما بتشتروه بدون ظرف موجود فيه بتحطه فوق الماء المغلي، بتحطه فوقه وبتغطوه حتى ما البخار يطلع منه. شايفين؟ هسه نحن بنحكي معكم عن فوائد الشاي الاخضر. الشاي الاخضر موجود باسيا، اكثر شيء باليابان وبالصين وبالدول بدول الاسيويه موجود، وهيدا له شهره خاصه بالعالم بكل العالم للرجيم وللتخسيس، لانه يعني بيخفض الوزن. شو انتم بتشوفوا الشعب اللي من اسيا، الشعب من الصين او من اليابان، بتشوفوا انه كل جسمهم بكون كتير نحيف، وبتعرفوا انتم انه بيعيشوا 90 سنه و100 سنه وما بصير معهم كتير امراض، لانه بيشربوا كتير الشاي الاخضر، والشاي الاخضر افضل من الشاي الاسود. كمان في عنده هيدا الشاي الاخضر بيعمل انخفاض للوزن، لانه بفضل المضادات الاكسده الموجوده فيه. كمان الشاي الاخضر بيخفض مستوى السكر بالدم، مما يقلل من نسبه الجلوكوز المتراكمه بشكل دهون. فعرفتوا انا انه هيدا بينزل مستوى السكر بالدم، بحارب نسبة الجلوكوز المتراكمة بالجسم بشكل دهون. كمان هيدا بيساعد في حرق السعرات الحرارية بالكرش، لأنه بيساعد بهضم الطعام بشكل أسرع وخاصة بالمعدة. وكمان هيدا بيقلل من الشحوم والدسم المتركزة بالجسم، وهيدا بتتناولوه عند الصبحيات قبل الفطور بحوالي ساعة لساعتين. ليش؟ حتى أنا قلكم ليش، لأنه إذا هيدا في كتير أشخاص ما بيعرفوا هالشي، هيدا إذا الشاي الأخضر بتشربوه مع الطعام بيمنع امتصاص الحديد بجسم الإنسان. هيدا هو أهم شيء إنه تنتبهوا لهالشغلة هيدا. إذا بدكم تاخدوه بعد الغذاء قبل الغداء ساعتين بتشربوا الشاي الأخضر إذا بدكم، أو بعد الغداء بساعتين بتشربوا الشاي الأخضر، لأنه نحن منعود من عيدة الشاي الأخضر إذا الإنسان بيشربه مع الطعام بيمنع عنده امتصاص الحديد، والحديد هيدا شيء مفيد لجسم الإنسان. هيدا هو أول مكون نحن حدثناكم عنه، الشاي الأخضر. إسا بيجي المكون الثاني، المكون الرهيب الرهيب الرهيب، هو بذور الكروية. شايفين هون؟ عندنا نحن هون بذور الكروية. في كتير ناس ما بيعرفوا لهيدا بذور الكروية، ولكن هيدا مشهور كتير بكل العالم. بناخد هيدا عند المساء قبل النوم، بناخد منه ملقة بنحطها هون ونحط فوقها الماء المغلي. ومنحط فوقها ملعقة عسل. كمان هيدي منحركن ومنغطيها كمان. نخلطها ومنغطيها. تمت 10 دقائق ومنشربها قبل النوم. بذور الكروية إلى خصائص رهيبة 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 عن جد. بتسهل أول شيء عملية الهضم، وبتزيل النفخة وغازات البطن كمان. هيدي بتقيم كمان البلغم من الرئتين، وهيدي كمان معروفة عند النساء
بعد الولادة بالوطن العربي، يعني بعد ولادة النساء بالوطن العربي بيقولوا شربوها ماء الكروية، لأنه هذه بتنظف كل شيء بعد الولادة، بتنظف الرحم وإلى آخره بتنظفه. هذه كمان الكروية بتعالج مشاكل الإمساك المزمن. كمان هيدي للفتيات ما بيعرفوها كتير فتيات، بتساعد بتعالج كمان احتباس الدورة الشهرية عند الفتاة وعند المرأة كمان. وهيدي كمان الكروية يا أحبابي يا الكلاوي كتير مفيدة، وهيدي بتعمل كمان كتير أضرار البول، مش أضرار، مش أضرار، أضرار، يعني الواحد بصير يبول أكتر ويطلع كل السموم من جسمه كمان. هيدي نحنا بننصحكم فيها، هيدي كمان كتير مفيدة وبتحرق الدهون كمان، وفيها كل المعادن وكل الفيتامينات موجودين فيها. ونصيحة مننا كمان هيدي ما تخلطوها مع الشاي الأخضر، يعني بس تخلطوها هيدي مع الشاي الأخضر مثل ما نحنا قلنا بالفيديو تمنع امتصاص الحديد بجسم الإنسان. على كل حال هيدي هي نحنا وصفاتنا لكم، نتمنى لكم الصحة والعافية، ونحن من قناة سليم ما بنعطيكم إلا الوصفات المجربة والمفيدة لكم والوصفات الاقتصادية كمان. بارك الله بكم، رمضان كريم، الله معكم ومع سليمة، وإذا بتحبوا تشاركوا بهالقناة شاركونا، نحن منكون لكم كتير ممنونين، والشكر لكم، والله معكم ومع السلامة.